السلام عليكم. اليوم الحلقة الثالثة عن دوستويفسكي وأعماله. اليوم أتحدث عن رواية كلش مهمة دوستويفسكي اسمها ذكريات من منزل الأموات. هاي الرواية نشرها دوستويفسكي سنة 1860، طبعا بالوقت اللي دوستويفسكي نشر هاي الرواية كان أكو شيء من التسامح من الرقابة من الدولة على الأعمال اللي كانت تنشر، فنشرت أمور وكتب يعني قبل سنين ما كان أحد يجرؤ أن ينشرها. هذا الكتاب اللي هو أو الرواية دي اسمها ذكريات من منزل الأموات كان سبب دخول دوستويفسكي للسجن. طبعا دوستويفسكي ليش دخل السجن بالبداية؟ دوستويفسكي في أحد مراحل حياته التقى بمجموعة من الشباب الليبراليين، الدولة سميها إرهابيين، فكان عندهم أفكار قلب نظام الحكومة وشيء من هذا القبيل، وصدرت المحكمة عليهم بالإعدام، الحكم بالإعدام. بيوم تنفيذ حكم الإعدام يعني حتى يقال إنه يعني غطوا عيونهم قبل أن يطلقون عليهم الرصاص، بآخر لحظة دخل ضابط وبيده أمر من الإمبراطور أنه يتم العفو عنهم والاستبدال حكم الإعدام بالسجن 4 سنين بسيبيريا و4 سنين نفي. يقال أن دوستويفسكي بتلك اللحظة أصيب بالصرع طبعا، استمر الصرع يعني لازم دوستويفسكي معظم حياته تقريبا، وكتب أعظم أعماله وهو في حالة الصرع مثل الأخوة كرامازوف، وحتى أحد أبطاله برواية الأخوة كرامازوف كان مصاب بالصرع. المهم فمن راح للسجن السيبيريا والفترة طول 4 سنين بالسجن، خلال هال4 سنين كتب انطباعاته ملاحظاته، كتب المآسي بالسجن والقسوة، كتب كل شيء، وكان يحفظها عند أحد الموظفين بالمستشفى، ولما طلع من السجن أخذ هاي الأوراق وطبع هذا الكتاب. هذا الكتاب أول من نشر لاقى يعني لاقى ترحاب من القراء والنقاد على السواء، وحتى يعني سموه اعتبروه مثل دانتي اللي كتب عن الجحيم. دانتي اللي كتب عن الجحيم يعني هي قصة خيالية يفترض بها جهنم ومنطقة وسطى وبعدين الجنة والناس اللي يتعذبون بالجحيم، هذا هم اعتبروه نفس السجن مال اللي كان بيه دوستويفسكي، اعتبروه ايضا جحيم لكن جحيم واقعي يعني بناس دم ولحم، مو مثل جحيم دانتي الافتراضي او الخيالي. فكتب دوستويفسكي عن عالم السجناء، كتب عن الاشغال الشاقه اللي يقومون بها، عن المهن اللي يشتغلوها، عن التسليات اللي يسلون بها، المسرحيات اللي يقومون بها، كتب عن المستشفى اللي كان رائحته كريهة وكان يتعالج به، كتب عن حلاقة الشعر للمساجين والتعذيب لهم، وعن الجلد عن جلد المساجين. هاي الأوصاف كلها كتبها وهو عايش بداخل السجن، تركت أثر كلش قوي عند القراء، حتى يقال أن إمبراطور روسيا كانت دموعه تجري على صفحات الكتاب. زين، أول يوم دخل بي دوستويفسكي للسجن أو أول أيام يعني شعر حسب ما كتب يعني شعر بانطباعات فظيعة. أولا حرية ماكو، افتقد الحرية. ثانيا راح يبقى 4 سنين عايش ويا قتلة ولصوص، يعني شلون يقدر يعيش وياهم هو اللي كان مثقف وليبرالي وكذا. كتب رسالة يقول بيها لأحد أصحابه، يقول كانت المصاحبة المستمرة الدائمة للآخرين تفعل في نفسي فعل السم،
وما تألمت من شيء خلال تلك السنوات الأربع كما تألمت من ذلك العذاب الذي لا يطاق. أكيد عذاب لا يطاق، لأنه راح نشوف هسه يعني شنو نوعية المساجين اللي عاشوا وياهم. الشيء اللي كان أكثر شيء أذي دوستويفسكي أنه كان المساجين يكرهوه بالبداية وما يطيقونه. ليش؟ لأن دوستويفسكي من طبقة النبلاء. في وقت دوستويفسكي كان المجتمع مقسم إلى طبقتين، نبلاء وعامة الناس، والنبلاء كانوا يضطهدون عامة الناس فكلها تكرههم، خصوصا ذول المساجين. فكانوا يعني يشعرون المساجين بكره دوستويفسكي. طبعا اكو ناس يقول دوستويفسكي اكو مساجين نبلاء لكن ما كان بينه وبينهم اي مودة، بالعكس يعني ما كان يرتاح لهم. بداية السنوات الأولى أو الأشهر الأولى دوستويفسكي بالسجن كان يشوف المساجين فد ناس أغلاظ أفظاظ، يعني ما يخجلون من أي شيء ولا يعني ضميرهم يتأنب أي شيء، وما عندهم شيء اسمه ندم إطلاقا. 24 ساعة يتشاجرون على أتفه الأمور ويشاتمون بأقلع العبارات ومستهترين ويسرق بعضهم بعض، طبايعهم كلها كريهة. زين هذول الشيء راح يعيشوهم دوستويفسكي، اعتبرهم بالبداية هم الشر المطلق. دوستويفسكي بهذا الكتاب يذكر لنا نماذج من المساجين اللي عاصرهم يعني بالسجن. من ضمنهم شخص قاطع طرق، هذا كان يقتل الأطفال الصغار ويقتل العجائز والشيوخ الكبار بهدوء وبرود. يعني يقول عن دوستويفسكي، كان دوستويفسكي يقول عنه هذا كان رجل قوي جدا عنده إرادة لا تقهر وما يبالي بأي عقاب ويحتمل أي عذاب. مثلا شخص آخر تتري من التتر، كانت عنده قوة خارقة يقول عنه، يقول هو يشبه العنكبوت ضخم جدا، وأيضا كان يجد لذة عظيمة بذبح الأطفال الصغار ويقتلهم. مش وقت يقتلهم، ورا ما يتلذذ بفزاعهم. هذا نموذج ثاني يعني ذكر دوستويفسكي بالرواية مالته. يقول منهم مثلا رئيس عصابة قطاع طرق يسموه الوحش الكاسر، اللي ما يعرف غير الرغبات الجسمية والشهوات الحسية بس، يعني ما عنده شيء آخر أيضا. ومنهم شخص أيضا يسميه السيد المنحل، هذا يقول عنه فاجر عاهر مستهتر اللي ما يتورع عن فعل أي شيء. ودوستويفسكي يسمي هذا الشخص، يقول هذا الشخص في تشوهه الروحي أشبه بكازيمودو في تشوهه الجسمي. كازيمودو بطل رواية أحدب نوتردام الفكتور هيجو، اللي كان أحدب ودميم وقبيح وبشع لكنه يملك قلب طيب كازيمودو. يقول هذا يشبه كازيمودو بالتشوه مالته الروحي. زين